السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الحلوة او لا طارطة اللي بغيتو، ولكن كنظن ان حلوة لانها كتجي بحال الشكل ديال الكيكة، ولكن بواحد النوعية خاصة اللي غادي تكون فيها واحد ثلاثة ديال الطبقات، اللي هما بالنسبة للطبقة الاولى اللي غادي نحتاجو لها 175 غرام ديال الدقيق اللي هو هذا، وعندنا 125 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس عنبه ديال السكر سنيده. بالنسبه للكاس بالنسبه للدقيق عبرتو لقيتو بان غادي يعطيكم واحد جوج كيسان لارب ديال الدقيق الفورس، بالنسبه للناس اللي كيطلبوا لي الغرام والناس اللي كيطلبوا لي بالكاس العنبه بالغرام. بالنسبه للحليب عندي واحد 100 غرام يعادل واحد نص كاس عنبه، وفوق منها غادي نزيدو واحد شويه ما وصلش لكاس الارض. كذلك الزيت حتى هو 100 غرام 100 مليلتر، وكذلك الحليب 100 مليلتر، بحال نفس القياس ما يتعداش كاس الارض واصل بزاف. راكم كتشوفوا كاس عنبه بالنسبه كيكون العبر اللي كنعبروا في العاده ديالو كيكون قد هكذا، يعني هذا هو اللي كيكون العبر ديالنا دائما. بالنسبه هذا جاي هنايا فوق النص، ها هو دا غير شي شويه نقولوا ندير واحد جوج معالق كبار ولا ثلاثه. كذلك الزيت، وعندنا جوج بيضات، وعندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو. بالنسبه للطبقه الثانيه عندنا واحد 200 مليلتر ديال الحليب ما يعادل كاس وربع ديال الزيت، كاس وربع ديال كاس عنبه، يعني غتعمروا بحال القياس ديال اللي قلت لكم، وغادي تزيدوا واحد الربع، يعني هذه 200 مليلتر ديال الحليب. عندي واحد 100 غرام ديال الكاوكوس او كوكو، عندي كاس لارب ديال سنيده حتى هو 100 غرام، عندي ثلاثه المعالق كبار ديال السميده يعني الرقيقه، عندي 100 غرام ديال الزبده. هادي بالنسبه للطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجو فيها الشكلاط الابيض والشكلاط الاسود اللي غادي نديروه في نطلقوه بواحد النص ديال الباكيه ديال الكريمه، باش كيجينا بحال اللي كنقول لكم معلك، يعني باش تيتقطع ماشي كيتهرس فاش كتبغيو تهبطوا عليه الموس. ومن بعد غادي نطلقوه، هادي غادي نخليوه هو التاليه. اول حاجه غادي نبداو بالطريقه الاولى، وهادو غادي نهزوهم حتى نوصلوا ليهم. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه بسم الله غادي نبداو، غادي نبداو البيض، غادي نضيف العناصر كلها، الزيت، نروح للفاني، راني حتى هو ولا فاني خنيشه ديال فاني. الخميره راه كانت عندي في الدقيق ما ذكرتها لكمش، رديت بالي انني ما ذكرتهاش. سكر سنيده، كذلك هذه خماره وحده، غادي نحتاجو خماره وحده، هي بالنسبه للناس ديال الخارج النص ديال وحده هذه دي. غادي نخلطوها، نخلطوا العناصر كامله وغادي نطربوهم، غادي نديروا كاكاو صافي، هادو هما اللي عندنا، وغادي نطربو هكا. صافي، من بعد ما طربتهم مزيان انسجمت العناصر. عندي هنا واحد هاد لامول عزلتو بالمدور، درت له شي شويه ديال الدقيق والطحين من هنا، درت له الكاغيط، دائما الكاغيط ديروه من التحت، كتشدوه بحال هاد الطريقه هكا، راني وريتكم في واحد الوصفه. بالنسبه للكيك غادي نفرشوها لها، خصكم يكون اما عندكم المول اللي كيتحل باش يساعدكم، حاولوا انكم يكون عندكم دائما سبيسيال المول يكون في الدار ديال اللي كيتحل كيف ما بغيتوه، مربع ديال القلب ديال هكا، المهم يكون عندكم. وخلاص بغيتو ديروا في شي حاجه اخرى غير شي شويه، بغيتكمش تعذبوا. ولكن دابا غادي نخوي هاد العجينه هادي،
غادي ندخلها الفران طيب على درجه الحراره 180، ما غاديش طيب بزاف، تقريبا واحد العشرة ربع ساعه، تنظن ربع ساعه لان كنت درت لها شحال هادي، بقوت الوصفات بزاف تيتغلط لي. انا غادي نقول لكم بالضبط شحال غادي طيب لي، غادي ندير التوقيت ديالي ليا 15 دقيقه، من بعد غادي نشوفها بانها طابت، غادي نخرجها. فاش غادي نكون نخرجها نحسبها قربت الطيب، غادي نبدا الطريقه الثانيه نوجدها باش مباشره غادي نديرها فوق منها باش نتلاقى بكم. دابا غادي ندفعها الفران. هي هذه الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران طابت لي على 15 حتى 16 دقيقه، ها انتما كيف كتشوفوا صافي، ها هي دي طابت فتيتيه. دابا غادي نحلها المول ديالها، ولا غادي نخليها في هذا، وغادي نبرك عليها شي شويه بيدي باش تولي مقاده. انا غادي نوريكم. هذه هي الكيكه بعد ما كي قلت لكم خرجتها. بنت قبل ما نهضروا على الكيكه، عندنا الطبقه الثانيه اللي قلنا فيها عندنا 100 غرام مليلتر ديال 100 مليلتر ديال الحليب، وعندنا 100 غرام ديال السميده ديال الكوكوس، وعندنا ثلاثه المعالق كبار ديال السميده، وعندنا كاس لارب ديال سنيده ما يعادل 100 غرام، وعندنا 100 غرام ديال الزبده. غادي نردهم فوق كاسرونه اللي ها هو ده قدامي، نكحز لكم شي شويه الكاميرا. هذه هي الكسرونه درتها تتسخن، غادي نضيف معاها الحليب مع الزبده، غادي نخليهم حتى يتطلقوا مزيان. غادي ناخذ الفوي اللي غادي مره مره غادي نحرك. بالنسبه البنات اللي هنا عايشين، الكوك هو هذا كوكوس اللي كنشري اما من يومبو اما من البرت هين اما من عند الترك، كيتباع ولا في عند الجامع المغاربه اللي عندنا هنايا، هو هذا. وبالنسبه للزبده خلاص راه راني قلت لكم شحال من مره الزبده اللي كنستعمل، غادي نخليها كتذوب. دابا غادي نقبض هاد الكيكه اللي قلت لكم تكون سخونه، وغادي نقبض ونبرك عليها هكذا هكذا باش تقاد لنا وهي سخونه. صافي ها نتوما شفتوها كيهبطات. بالنسبه لنقص شي شويه ديال الحراره باش ما يتحرقناش الكاسرونه، بالنسبه عندي هاد لامول هذا كيتحل، باش قلت لكم انا يكون كيتحل حسن. ها نتوما شفتوا بالنسبه ها نتوما السمك ديالها كي كيجي. انا بغيت هاد الكيكه هادي بغيت نقسمها على جوج، ما غاديش نخليها هكذا، واخا سخونه معليش، هي المهم تقسم على جوج. دابا غادي نخليها شي شويه، نجيب طبسيل حيت هادي شي شويه، ها نتوما كيف كتشوفوا هذا حيت عنده الصينيه، من الاحسن قلبوها باش ما تهرس لكمش، هذا عنده الصينيه ديالو. دابا منين قسمتها على جوج غادي نقبض، غادي نرد لها هاد المول ديالها ونشدو. راني مره مره كنحرك هاد الحليب هذا اللي يتحرق ليا. صافي هانا رديتو، راني غادا معاكم بالخطوات، غنخلي هذا يدوب وغادي نمشي نوجد في مره الشكلاط اللي غادي ندخل لهذا ولهذا.
دابا منين تطلق لي هاد الحليب مع الزبده غادي نضيف له ديك السميده وانا كنحرك، وغادي نردو فوق العافيه كذلك حتى تعقد لنا هاد العجينه هادي. بحال اللي كنصوبو تقريبا ديك بابيا اولا كنصوبو البيشاميل. ها هي بدات تتعقد، ها نتوما شفتوها. صافي غادي نطفيو عليها، غادي نزلوها، غادي نزيدو عليها السكر السنيده اللي عندي والكوك ونخلطو مزيان حتى كتولي لي واحد الكريمه. حاولوا تخلطوا مزيان، صافي مباشرة على الحلوة اللي قسمنا هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا هي فيها الخطوات والمراحل ولكن سهلة. كيف كان دائما كنقول لكم بان عندي مسائل بسيطة وفي متناول الجميع. يعني يجيكم كل شيء مقادر. هانتوما كيف كتشوفوا نحاولوا اننا نجيبوها نيشان، نجيب واحد لاسباتور احسن هادي هكا. بحال اللي كنقولوا كنديروا واحد الكريمه ديال كريم باتيسري، ولكن هادي كتجي حتى هي لذيذه بزاف وغادي تجربوها وغتعجبكم. دابا غادي نقبط النص الثاني اللي غادي نقبطو ونقلبوها هكذا على يدي، وغادي نردو هنا نغطيها. صافي دابا انا غادي ندوب الشكلاط، غادي نخليو هذه دابا على جنب. سمحوا لي الا كنت كندير شي روينه، ولكن كندير لكم مباشره هذا الشيء باش تفهموا. راه حنا دائما كنعرفوا راسنا اننا كنرونوا الدنيا. عندي لي لاكاسرونه اللي غادي ناخذ فيها القشده الطريه ولا الحليب، الا ما عندكمش غديروا الحليب. غادي ندير الربع ديال هذا، انا كنت شاعله على البوطه باش كنت غادي ندير. ها نتوما بركه غير هذا القياس هذا، ثمن واحد جوج معالق كبار ديال الحليب. وعيني ميزاني، عيني ميزاني انني غادي نقبط على ما يسخن لي هذه الكريمه. غادي ناخذ هاد الشكلاط، هذا الشكلاط الحار كيعجبني في لي طارت وقاصح. بالنسبه كنعتذر بزاف للناس اللي يطلبوا مني انني نهضر لهم بلغه من غير لغتي. غادي نحاول ولكن نقدر ندير جهدي بانني نبقى نقول لهم بالعربيه، غادي نبقى نهضر معاهم، غادي نحاول نتدرب عليها. جبت هاد الشكلاط بالغلط، هاد الشكلاط هذا جبتو بالغلط، ولكن ماشي مشكل نقدر نصفيه لان جبتو ديال الماكله، حيت كاينين واحد الحبيبات اللي تيكونوا فيه ما انتبهتش لهمش. هنشوف
كاين هنا فيه بحال شكل تيديروا فيه الذره، ولكن معليش ماشي مشكل، انا غادي ندوب بعدا هذا اللي مهم. صافي ها هو دا سخن الشكلاط، غادي نضيف له سخن الكريمه سخنات. كنطفيو عليها دائما. غادي نبقاو كنحركو هكذا. مع هاد الشكلاط دائما غادي دير واحد المعلقه ديال الزبيده. هكذا وتحركو. علاش درت ديك الزبده؟ لان هي اللي كتعطي ديك الشعله كيف قلت لكم، داك الشعله اللي كتعطي البريون. ها نتوما شفتوا كيف كيعطي البريون. بزاف البنات اللي قالوا لي ولا السيدات اللي قالوا لي علاش ما تيجيناش داك الشكلاط بريون، خصكم ديروا معاه. ها نتوما شفتوا كيف كيبري داك الزويته ولا داك الزبده. على اللي عندك، واخا ما تكونش عندك الزبده تقدري ديري معلقه الزيت، هي اللي كتعطي الشعله. دابا غادي نحركو انا مزيان حتى يذوب، ومن بعد غادي نخوي على داك الكيكه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما داب ليا الشكلاط، ها نتوما شفتوا كي داير، غادي نقبطو غادي نخوي على هاد هذه الطبقه الثالثه. قدوها مزيان البنات، راني الحمد لله ربي كيبغيني، لان مشيت نشوف المسائل ديال اللي كنتقدى، لقيت ان عندي الشكلاط اللي ما فيهش الذره. كنضربو عليها هكا، هو هذا ديال اللي فيه ديك بحال الذره، وهذا لقيتو ما فيهش الذره. غادي نقبطو غادي ندوبو كذلك بحال هاد الاول. غادي ندير نفس الطريقه، هذا غندير فيه غير شي شويه ثمن معلقه، وغادي نهرس هذا نشعل عليه العافيه حتى يسخن شويه. صافي ها هو دا سخن، كذلك غادي ندير له بحال الاخر، غادي نضيف عليه الشكلاط كامل وغادي نخلطه، ومن بعد نرجع لكم وغندير له هو بلا ما ندير له الزبده، لان غادي يجي فوسط من هنا. صافي هنا من بعد ما ذوبت الشكلاط درتو فهاد البلاستيكه هادي، خليتو برد شي شويه، غادي نقطع له الراس ديالو. قطعت الراس، غادي ناخد غادي ندير هنا Thank you.
تقريبا كيدخلنا القالب كله في هذا صافي. دابا غادي نقبض موس وغادي ولا شي حاجه هكذا وغادي نبقى نجر. انتما كي كتشوفوا كيجيو بحال بحال قليبات قليب جاي القليب. وانتم على حسب التفنن ديالكم كل وحده شنو كتبغي. انا تعجبني هكذا. نتمنى تعجبكم. بعد ما غادي ندخلها دابا نتلاجه مزيان غادي تبرد مزيان وحتى تقبط راسها مزيان وغادي نحلو المول وغادي نجبدوها باش غادي نقدم لكم شي الشكل النهائي ديالها باش تشوفوا حتى الدخلاني ديالها كيف كيجي. دابا غادي ندخلها المبرد يعني الثلاجه عاديه ماشي المجمد يعني الثلاجه المبرد. غادي ندخلها دابا ونتلاقى بكم بعد النهائيات. صافي هنا بعد ما جلست في الثلاجه واحد ساعتين هكذاك ولا قل هي على ما يقبط هذا غادي نجيب الموس وغادي نجي لهاد الجناب هادو ونمشي على الجهه ديال المول باش حيت نجي نقلعها ما تعذبنيش. هانتوما غير بالعقل انتوما غاديين على الدائره كامله. صافي وغادي نحلو المول هكذا. دابا غادي نحاول انني غادي نهزها من هنا باش مهم ديك الكاغيط اللي كنديرو هكذا وغادي نحطها في الغطار ديال التقديم ونرجع لكم. ها نتوما كتشوفوا الكيك ولا الحلوه ديالنا. انا نسميها هذه حلوه لانها كتجي على شكل حلوه. ها نتوما شفتوها كيف كتجي. ها هو دا الكيك اللي درنا وهذه الطبقه ديال السميده ولا السميده والكوك وهذه الطبقه الثانيه اللي راها تغلفات بالشكلاط وهكذا كتجي. وكنتمنى تعجبكم بزاف وتجربوها وراها بسيطه وماشي كي كيقولوا فيها مواد غاليه بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله وتعجب وليداتكم. وغادي نقطع لكم دابا واحد الطرف ديالها اللي تشوفوها من الداخل كي جات. انتما كيف كتشوفوا كانت منات تعجبكم بزاف. وها نتوما الدخلاني ديالها كيف كيجي. وما تنساوش دائما لي كومونتير ودائما لي جيم ودائما انا معكم في اي حاجه جديده عندي ديالي انا خاصه. وما غاديش نتوقف عليكم لانكم الا دعمتوني كثار وشجعتوني كثار غادي تلقاو كثر. وان شاء الله دائما مع وصفات ناديه والشهيوات ديالها اللي غادي تكون كتعجبكم. ها نتوما كيف كتشوفوا نوري لكم التقطيعه كي كتجي. كتجي معلكه بزاف. ها نتوما ها ما كرهتش تذوقوها ولكن نتمنى لكم كل خير وبالصحة والراحة.